الثانية عشر ظهرا في القاهرة، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة نيل. أهلا بكم. نستهلها بالعناوين: ارتفاع حصيلة احتياجات العراق لنحو 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، والأمم المتحدة تدعو لفتح حوار عاجل بين الحكومة والمتظاهرين. الجيش الليبي يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق بضواحي طرابلس. تركيا تعلن أنها ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا بزعم إرساء السلام هناك. مجددا، ترأس رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وذلك بعد ساعات من صدور أمر برفع حظر التجوال الذي استمر على مدار 4 أيام في البلاد. في غضون ذلك أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية سقوط نحو 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح خلال 4 أيام من الاحتجاجات الدامية. يوم آخر من أيام العراق يزيد جرحا جديدا في جسد بلاد الرافدين النازف. العاصمة بغداد بدت أطرافها كمدينة أشباح، حتى أن بعض الحواجز الأمنية الروتينية خلت من جنودها، غير أن وسطها تحول إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على الفساد والبطالة وغياب الخدمات. انطلقت شرارتها من بغداد قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب. الشرطة أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية في بغداد بالكتل الأسمنتية والأليات المدرعة، تزامنا مع وصول شاحنات وسيارات تقل متظاهرين يرفعون أعلام العراق. خلية الإعلام الأمني العراقي قالت إن 4 مواطنين قتلوا من بينهم عناصر أمن بنيران قناصة في بغداد، مشيرة إلى أن الأشخاص 4 قتلوا في ساحة الطيران وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم أثناء خروجهم من الباب الشرقي في بغداد. وفي النجف جرت مسيرة جنازة لثلاثة متظاهرين قتلوا في أعمال عنف اندلعت في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، وتم فرض حظر التجوال في عدد من المدن، وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة، وأرسلت تعزيزات إلى شرق بغداد للكثافة السكانية العالية، كما أرسلت قوافل عسكرية إلى الناصرية وهي المدينة التي شهدت أكثر أعمال العنف كثافة. وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، حظي العراق بالسلم وحرية التجارة لأول فترة طويلة منذ السبعينيات، وارتفعت صادرات النفط لمستويات قياسية، لكن العراقيين يقولون إن هذا لم يعد عليهم بفائدة تذكر في ظل استمرار تداعي البنية التحتية وقلة فرص العمل. يعيش قطاع كبير من سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية. ومع تصاعد الأوضاع في العراق، ربما تجد حكومة عادل عبد المهدي بعد عام من توليها السلطة صعوبة في السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والتي سبق وأن نظمت مظاهرات من قبل. وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة، ولم يذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات في صفوفها. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط تأكيد دعم الجامع الكامل للعراق في كل مما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد. وأعرب أبو الغيط عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق، خاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، معربا عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن العراقية. من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأييده للحوار بين الحكومة العراقية وبين المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد،
كخطوة لوقف التصعيد. من جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يتابع عن كثب التطورات في العراق ويدعو لحوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية لاحتواء الأزمة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد السيد دكتور طارق حرب المحلل السياسي. دكتور طارق، يعني بعد التحية، كيف تتابع تطورات الأوضاع والمشهد في العراق وما تم التوصل إليه والخروج به من اجتماع القادة الأمنيين برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي؟ شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرماء. يا سيدتي الكريمة، ما حصل يعني يمكن أن يكون نقطة حصلت بعد 9/4/2003 الوحيدة اللي كانت أكثر تأثيرا في الواقع العراقي وتأثيرا كما قال في الحركة السياسية العراقية. نعم. لأن التظاهرات كانت كبيرة، لا تقاد من سياسيين ولا أي حركة، ومع ذلك تجدين أن من اشترك بها يفوق جميع الحركات السياسية التي ظهرت سابقا، وهي ميزة جديدة. الأمر الثاني أن طلباتهم بعيدة عن السياسة، طلبات خدمية، تعيينات، عمل، قضاء على مطار، بعيدين عن هذا. الأمر الثالث أن هذه ما حصل يعني أشغل حتى وصل إلى حد الأمين العام للأمم المتحدة كما تفضلتم، في حين أن هناك تظاهرات كثيرة غير ذات شأن حصلت في الواقع العراقي. الرابع أن رئاسة الوزراء لم تكن مستجيبة لطلبات المتظاهرين بالشكل المطلوب، لا بل حتى أن يعني 10 دقائق لكلمة لرئيس الوزراء كانت مكتوبة وكأن هنالك من كتب له هذه الوظيفة بقراءتها، في حين أن رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان السيد العبوسي كان أكثر واقعية، أكثر يعني إحساسا بما جرى وما سيجري. لذلك تجدين السيد العبوسي يعني طرح الأمور من بدايته وبشكل تفصيلي وقدم نعم. حلول لما يحصل. نعم دكتور. دكتور طارق، يعني برأي حضرتك هل باتت الحكومة العراقية على شفا الاستقالة من أجل تهدئة الشارع العراقي الثائر منذ أيام على تردي الأوضاع المعيشية والفساد؟ والله لا بد أن يستقل، لا بد أن يقدم استقالة السيد عادل عجلان، ولا بد لمجلس النواب أن يقرر إقالته، استجوابه وسحب استقالته لن يقدم، لأن المسألة كما يقال مسألة متعلقة به، وأن له قول مشهور يقول انني استقالتي في جيبي. يعني هذه المساله التي كررها قبل سنه اكثر من سنه من تعيين رئيس الوزراء، الان المساله اختفت والواقع استجابته كانت معدومه ان لم نقل قليله او معدومه في المتظاهرين. يعني يمكن التغيير يحقق شيء جديد. نعم دكتور طارق حرب المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من برقيات التهنئة من رؤساء وملوك الدول بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، وأعرب المهنئون عن أصدق وأطيب تمنياتهم لمصر حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والازدهار. ومع حلول الذكرى 46 على حرب 6 أكتوبر، ما زال العديد من الخبراء العسكريين يؤكدون على أنها تعد من أعظم المعارك العسكرية في القرن العشرين. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 73
46 عاما يسطرها التاريخ على انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، انتصار كان من أعظم الانتصارات العسكرية في القرن الماضي، وميلاد جديد وعلامة فارقة في تاريخ مصر الكنانة والأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها. انتصار مصر العظيم في حرب أكتوبر جاء نتيجة حتمية لتضافر جهود كافة الأجهزة، وستظل مصر تحتفل بهذه المناسبة وتخلدها بإلقاء الضوء على ملحمتها الوطنية، وتقدم للأحفاد والأجيال التي لم تعش تفاصيل هذا الانتصار قدوة تزكي روحهم الوطنية وتحدثهم عن تضحيات الأجداد من أجل إعلاء معنى العزة والكرامة، وتحكي لهم سيرة جيل افتدى تراب أرض بلادهم بالدم. وكان قرار حرب أكتوبر النتيجة الطبيعية لطريق المسدود الذي وصلت إليه الجهود السياسية والدبلوماسية. فحالة اللاسلم واللاحرب تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتستنزف طاقة المصريين البشرية والاقتصادية، واستكملت القوات المسلحة استعداداتها للعبور ونجحت في تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وفي 6 ساعات اقتحمت القوات المسلحة أضخم مانع مائي بعد إقامة كبائر العبور وفتح الثغرات في الساتر الترابي بمدافع المياه. لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارا عسكريا على إسرائيل، بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة. فحرب أكتوبر أبهرت العالم وقلبت الموازين، كانت نقطة فارقة في تاريخ المنطقة، وأثبتت عبقرية الجيش المصري وعزائم المصريين التي تقهر المستحيل. وتأتي الذكرى 46 لحرب أكتوبر في وقت يواصل فيه أبناء مصر جيشا وشعبا ملحمة البناء، ويحققون مع كل إنجاز على أرض الوطن عبورا جديدا نحو المستقبل. فروح انتصارات حرب أكتوبر ستظل باقية في وجدان كل مصري، شاهدا لكل الأجيال على ترابط وقوة وعمق العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وتضحيات جنودنا البواسل. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 511 لعام 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر. وقد تم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الإسماعيلية مراسلة النيل أمل صبري. أمل، بعد التحية، كيف تبدو الأجواء ومظاهر الاحتفالات لديك بذكرى حرب أكتوبر المجيدة؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار، وكل عام وكل مصر وكل مصرنا الغالية بألف خير. ونحن في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر الجليلة، يمكن الاحتفال في كافة المحافظات المصرية له مذاق، وفي محافظات القناة الاحتفال بيكون له مذاق مختلف تماما عن باقي محافظات جمهورية مصر العربية. أنا أتحدث إليكم الآن من محافظة الإسماعيلية، هذه المحافظة الباسلة الذي لعب أبنائها دورا مهم خلال حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا منذ فترة الاستنزاف أو حرب 67 وحتى مرحلة وصولا لحرب أكتوبر 73، وتحديدا أتحدث من أمام تمثال النصر. هذا التمثال الذي يقف خلفي، يمكن الكاميرا يمكن أن توضحه للسادة المشاهدين، هو رمز للبطولات وتخليدا لانتصار أكتوبر المجيد. تمثال النصر قام بإبداع الفنان التشكيلي الكبير جلال عبده هاشم، وهو أكبر الفنانين التشكيليين هنا بمحافظة الإسماعيلية. قام بإبداع بمجموعة من شظايا القنابل التي ألقاها الجيش المصري على العدو
الإسرائيلي، وأيضا قاعدة التمثال عبارة عن أجزاء من طائرة قام الجيش المصري بتدميرها للجيش الإسرائيلي. محافظة الإسماعيلية لها طابع خاص ومختلف في الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة، نظرا للدور المهم اللي قامت به المقاومة الشعبية سواء الأفراد أو قوات المقاومة الشعبية من حماية الجبهة الداخلية والوقوف بجانب القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي. يسعدني أن يكون معي الآن الأستاذ ثروت صليب من أبطال حرب أكتوبر سلاح المشاة. أستاذ ثروت بنرحب بحضرتك معنا وكل عام وانت أهلا وسهلا، كل عام وانتم طيبين وربنا يجعل مصر دايما في سلام وأمان دايما على طول يا رب. يعني عايزة حضرتك تكلمني عن ذكرياتك عن حرب أكتوبر. حرب أكتوبر أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونه. الإعداد للحرب مو سهل، الإعداد للحرب بيكلف روح وعرق وجهد وأموال طائلة عشان نجهز الجيش المصري أو يجهز الجيش المصري من الهزيمة، يطلع الجيش المصري من الهزيمة للنصر، يبقى لازم من إعداد وتدريب جيد. في الفترة ما بين 67 حتى 69 أو 73 كان فيه قتال مستمرار، حرب استنزاف بيننا وبين العدو المسترشق بالنيران. كان في الوقت ده دور المقاومة الشعبية في محافظة الإسماعيلية هنا بيمنع أي تدخل لأي عنصر معادي للإسماعيلية، وخاصة دبابات أو مركبات أو أي حاجة تعدي الحدود المصرية من اتجاه الشرق. فبالتالي دخلنا معركة 73. في 73 كان فيها الدانات المدفعية والطيران بتاع العدو شديد. طبعا لما دخلت القوات الجوية بتاعتنا عدت الضفة الشرقية للقنال، حطمت دفاعات العدو كلها في 3 ساعات. 3 ساعات تحطيم خط بارليف ودفاعات العدو وإمكانات العدو من تجهيزات ومعدات وأسلحة. التجهيزات دي كانت فوق الخيال، ما تعرفيش حضرتك التحصينات بتاعت خط بارليف وإمكانيات خط بارليف من تجهيزات ودشم مدافع ودشم طيران وإمكانيات العدو في التجهيزات دي كان بيقولوا عليها، بيقولوا على خط بارليف الخط الذي لا يقهر. تمام، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. تحت امر حضرتك، شكرا جزيلا. يمكن روح البطولة ما زالت تهيمن على أبناء محافظة الإسماعيلية وأبناء جمهورية مصر العربية بأكملها من انتصارات أكتوبر المجيدة إلى الإنجازات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، كلها انتصارات يسعد بها ويفخر بها الشعب المصري في كافة أنحاء الجمهورية. شكرا لك يا أمل صبري مراسلة النيل من الإسماعيلية مباشرة، وكل عام وأنت وخير وكل الشعب المصري بخير. مشاهدينا ننتقل من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد، وينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسل النيل محمد الخطيب. محمد، يعني كيف تبدو مظاهر احتفالات أبناء محافظة بورسعيد بذكرى حرب أكتوبر المجيدة؟ نعم، يعني 46 سنة من الفخر والكرامة والعزة تمر اليوم بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة. احنا موجودين معاكم في محافظة بورسعيد، هذه المحافظة الباسلة والتي يعني انهار أمامها العدوان الذي كان قد أغير على مصر. هذه المحافظة سطرت ملحمة جديدة بجانب قواتها المسلحة لتدخل مصر مرحلة وصفحة جديدة من النضال و الكفاح والتنمية العمرانية بعد ذلك. احنا موجودين معكم من محافظة بورسعيد ومعي على الهواء مباشرة عميد عادل الغضبان، وهو عادل الغراب، وهو من سلاح الدفاع الجوي. برحب بيك يا فندم على شاشة نيل الأخبار. احنا في محافظة بورسعيد مدينة باسلة، مقاومة شعبية، سلاح جوي. تكلمنا عن تفاصيل اكتر بنعرفهاش عن محافظة بورسعيد. هي محافظة بورسعيد من المحافظات اللي هي الباسلة التي ربط أبنائها على الوطنية والإخلاص للبلد. احنا كنا حتى في الثانوية العامة كنا في المقاومة الشعبية واحنا صغيرين،
فتربينا واحنا كنا بنجيب سلاح واحنا في المنظمه الشعبيه ونروح المدرسه بالكتب عشان ندرس. اللي ربنا على الوطنيه وحب البلاد كان جمال عبد الناصر الله يرحمه. بعد كده تقدمنا على كليه حربيه وقابلنا في كليه حربيه وقعدنا في كليه حربيه فتره حوالي شهرين، وبعد كده جمال عبد الناصر ودانا السودان في كليه حربيه السودان المصريه. قعدنا في السودان وبعدين جانا عبد الناصر في الزياره وقال لنا انا جبتكم هنا عشان انتوا اللي هتحاربوا وانتم هتكونوا سلاح الصواريخ. وفعلا درسنا الصواريخ وجبنا لنا صواريخ من روسيا ودرسناها وجهزنا ونقول حائط الصواريخ وتخرجنا سنه 71 وكلنا دفعتي راحت الى الجبهه. انا شخصيا رحت المنطقه بتاعه الجيش الثالث الميداني في منطقه هناك اسمها الجفره، منطقه مشهوره جدا جدا، ورحت الكتيبه دي كانت كتيبه بكل امانه العساكر والضباط في نوع من التدريب الشاق المستمر لتجهيز للمعركه، لدرجه كل تحركاتنا كلها من سنه 71 لغايه 73 كلها تحركات وتدريب شاق جدا جدا جدا، وكنا دايما نتحرك للامام، كل تدريباتنا للتحريك بالامام لقدام 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 علشان عمليه العبور، فجهزنا نفسنا كويس جدا جدا لعمليه العبور. جت المفاجاه بتاعتنا اللي احنا كنا كل يوم نقول يا رب ايه اللي احنا نعبر ويا رب ليه العمليات تيجي، كنا نتمنى ان العمليات تيجي علشان نحارب. وكان سلاحنا ايام دي كان النصر او الشهاده، كان سلاح اللي هو الرئيسي بتاع القوات المسلحه كلها هو النصر او الشهاده. وبعدين تينا نفسنا في رمضان، فاحنا بنتدرب بكل امانه وتدريب شاق شاق شاق، جات لنا خبريه بالطرق السريه ان العمليات تبدا دلوقتي فورا، فجهزنا امورنا بسرعه 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 وجهزنا كل جنود وجهزنا كل معداتنا اللي احنا ايه نحارب وندافع عنه، وكنا فرحانين جدا جدا واحنا في رمضان، لدرجه احنا في رمضان ما كنا بنصوم وما كناش بنبص على الفطارات خالص، يجي ميعاد الفطار احنا نقول لهم عندنا شغل مش فاضيين. لغايه ما ده عملنا لدرجه عملنا نوع من المجهود الرئيسي في الدفاع الجوي، وطيارات كتير قوي اتوقعت من اسرائيل، وفي من الايام حتى سمعنا ان مشهد كان مدي اوامر للقوات الجويه اللي هي ما تعديش خط القناه عشان هي هتقع، كانوا خايفين مننا ان حائط الصواريخ كان حائط رهيب جدا جدا، وكان اسباب نصر اكتوبر حائط الصواريخ والدفاع الجوي المصريه اللي هي مكنت قواتنا البريه بالعبور بسلام، وفي نفس الوقت خلينا الطيران الاسرائيلي عملنا فيه خسائر رهيبه جدا جدا، لدرجه احنا بعد مده تاني في طيران مش اسرائيلي طيران اجنبي، فهمنا ان ده طيران اجنبي ووقعناهم، وكنا احسن ناس في المجهود الدفاع الجوي هو اللي احنا كانت الفرقه اسمها الفرقه الثامنه الفرقه المقاتله اللي كانت ماسكه من السويس لغايه بورسعيد، فرقه كلها قتال، واحسن ناس على مستوى العالم الجند المصري، الجند المصري برغم ان اسرائيل كان عندها اسلحه احدث مننا واحنا كنا متفوقين عنهم. ليه؟ لان الجند المصري خير واجناد الارض، ما كناش بننام ابدا، ما كناش بننام أبداً. كل نظريتنا اللي احنا نموت شهداء فداء للوطن. شكرا يا فندم، انا بشكر سيادتك جدا، ودايما القوات المسلحه فخر لينا كلنا. شكرا جدا يا فندم، وبنحتفل معاكم بهذه المناسبه الكبيره. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ربنا يكرمك يا فندم. يعني زي ما تابعتوا معانا، ده كان يعني لقاء يعني يبرز دور القوات المسلحه ودور السلاح الدفاع الجوي اثناء حرب 73. هنكون مستمرين معاكم في تغطيه الاحتفالات اللي تقام ان شاء الله النهارده، وسوف يتم الحديث ايضا عن المشروعات الكبيره والكبرى في منطقة بورسعيد. إليك. شكرا مراسل النيل محمد الخطيب من محافظة بورسعيد، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية في التصدي لتراكمات القمامة خلال عام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات، وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل والرد عليهم، مشيدا بما يبذله العاملون في المنظومة من جهود وتنوع وسائل تلقي الشكاوى للتسهيل على المواطنين. تتواصل أعمال وفعاليات معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعتبر معرض تراثنا الذي يشارك فيه أكثر من 500 عارض من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية.
ويهدف المعرض إلى فتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع، علاوة على توفير فرص عمل جديدة وتبادل الخبرات بين صغار الحرفيين. أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على الأجواء في ضواحي العاصمة طرابلس ومحاصرته عناصر قوات حكومة الوفاق. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الجيش الوطني إن الجيش تمكن من السيطرة بشكل تام على الأجواء من خلال الغارات المستمرة التي يشنها على مواقع قوات الوفاق في ضواحي العاصمة طرابلس. يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الوفاق في محيط مطار طرابلس ومحور معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية طرابلس. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية شرق الفرات في سوريا بزعم إرساء السلام هناك. كانت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد أعلنت أمس دعم أي عملية تركية عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا. جاء ذلك على الرغم من اتفاق أنقرة وواشنطن على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على طول الحدود مع تركيا بهدف طرد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من حدودها. بدورها أعلنت فيه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم تركي غير مبرر. بضغط تركي تم تسيير دورية مشتركة جديدة للمرة الثالثة بين قوات تركيا ونظيرتها الأمريكية شرقي منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة السورية في إطار تطبيق اتفاق ما يعرف بالمنطقة الآمنة شرقي الفرات. الدورية المشتركة المسيرة تتألف من 4 آليات تركية ومثلها أمريكية وتتحرك بعمق 6 كيلومتر داخل الأراضي السورية في عملية تبررها أنقرة بأنها تهدف إلى الحفاظ على أمنها واستقرار حدودها، بينما يتخوف مراقبون من أن تكون غطاء لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستانية الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية. تم تسيير دورية مشتركة شاركت فيها 4 عربات من الجانب التركي وأربعة من التحالف بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وعبرت من قرية الرفة باتجاه قرية العيساوي باتجاه قرية زعزوعة، وهم في طريقهم إلى محيسن ومن بعدها إلى القنيطرة، وتم رجوع العربات التركية إلى مكانهم ضمن الأراضي التركية. وفيما يتخوف الأكراد من تلك الدوريات المشتركة والخطة التركية لإقامة ما تعرف بمنطقة آمنة على الحدود المشتركة مع سوريا، تعهدت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا بدعم أي عملية عبر الحدود تلوح بها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد. وأعلنت أيضا المعارضة السورية المدعومة من تركيا أن عددا من فصائل المعارضة المسلحة في إدلب تندمج مع ما يعرف بالجيش الوطني، وهو جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية التي تدعمها تركيا في الشمال الغربي، مما يثير مخاوف من اتساع نفوذ أنقرة في محافظة إدلب السورية. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس، والتي لا يزال أحد المرشحين إليها موقوفا بتهم تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي. كانت مرحلة الصمت الانتخابي في تونس قد بدأت اليوم، وذلك قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. لا صوت في تونس يعلو فوق صوت الانتخابات. انتخابات رئاسية تجرى جولة الإعادة فيها في 13 من أكتوبر الجاري، وأخرى برلمانية تتواصل في خارج البلاد وتبدأ في الداخل الأحد. في انتخابات جولة الإعادة للاستحقاق الرئاسي الجدل بشأن المرشح نبيل القروي الذي يقبع في أحد السجون ما زال مستمرا، كيف سيخاطب ناخبيه من وراء القضبان، وحديث عن تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد.
إحدى وكالات الأنباء التونسية قالت إن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدمت به الوكالة بإجراء مقابلة مع القروي في تطور لافت قبل أسبوع واحد من جولة الإعادة. موعد إجراء المقابلة لم يحدد بعد، غير أن الوكالة أكدت أنها جاهزة لبثها عبر خدمة الفيديو إذا وافق القاضي على ذلك. وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد المطالب بالسماح للقروي المسجون منذ أكثر من شهر بشبهة غسل الأموال بحقه في مخاطبة أنصاره في إطار تكافؤ الفرص. ويقبع القروي خلف القضبان منذ أكثر من شهر وحل ثانيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو في السجن لينافس أستاذ القانون السابق في جولة الإعادة في 13 من الشهر الحالي. أما الانتخابات البرلمانية فمن المحتمل ألا تسفر عن فائز واضح، وربما يرجع ذلك إلى حالة الاستياء وعدم الرضا عن الأحزاب الراسخة في السياسة الوطنية، فيما يعاقد عملية تشكيل ائتلاف حكومي في لحظة محورية بالنسبة لاقتصاد البلاد. ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب للتصويت في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في عام 2014، ويتنافس فيها حوالي 15,000 مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عديدة. ويتوقع مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم في البلاد مشتتا بتركيبة برلمانية تعج بالكتل الصغيرة، ما من شأنه أن يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة. انطلقت اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة، وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وتنتهي عمليات التصويت في 8 مساء بتوقيت الإمارات، على أن يعقبها فرز الأصوات وإعلان القائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا الكرام، وفيها بعد أخبار الاقتصاد جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية حول برنامج بيونغ يانغ النووي تنطلق اليوم في السويد. أولى وقفاتنا في هذه البانوراما الشاملة متابعة لأخبار المال والأعمال. أهم وآخر أخبار الاقتصاد مع محمد سليمان. أهلا بك محمد. أشكرك شهاب وشكرا لك نجلاء. أهلا بحضراتكم، أخبارنا الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وتتابعونا فيها. البنك المركزي يكشف عن ملامح مشروع قانون الجهاز المصرفي الجديد عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء. أهلا بكم. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بإنشاء 19 غرفة صناعية، من بين تلك القرارات إنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة صناعة الحرف اليدوية، وتضم الصناعات التي يقوم بمزاولتها الحرفي معتمدا في عمله على مهاراته الفردية واليدوية، بالإضافة إلى غرفة صناعية أخرى تسمى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، تضم صناعات نشر وتجفيف الأخشاب والقشرة والأخشاب الصناعية وصناعة الأثاثات الخشبية بجميع أنواعها وباقي منتجات الأخشاب والفلين وصناعة الألواح. كشف البنك المركزي المصري عن ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية. ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. أكد أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل أن الاستراتيجية القومية التي وضعتها مصر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تجعل النظر إليها على أنها دولة رائدة في منطقة
البحر الأبيض المتوسط. أضاف السفير ناصر كامل بمناسبة انعقاد المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط أن الاقتصاد المصري يتسم بالديناميكية الكبيرة، حيث حققت مصر معدلات نمو مرتفعة أعطتها أهمية خاصة لتؤثر بشكل إيجابي على الآليات والأطر العامة للاتحاد من أجل المتوسط. في الأردن نفت وزارة المالية وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح المالي، وذكرت الوزارة أن بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها إلى الأردن الأسبوع الماضي عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الوزراء لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها، وذلك ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج خلال الزيارة التي سيجريها فريق الصندوق الشهر المقبل. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية للمغرب عند ترابل بي ماينس فاصل اي ماينس 3 وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية. وأضافت الوكالة أنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب. كما أشارت وكالة ستاندرد أند بورز إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. أمهل القائمون على قطاع الوقود في لبنان المسؤولين في الدولة 48 ساعة لحل الأزمة الناتجة عن النقص الشديد في الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المشتقات النفطية. وهدد القائمون على قطاع الوقود بإضراب وإغلاق محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في حال لم يتم التوصل إلى حلول. كما هدد قائمون على شركات الصرافة بالتوقف التام والكامل عن العمل، وذلك اعتراضا على تعرضهم لملاحقات قانونية وأمنية على خلفية اتهامهم بالتلاعب بسعر صرف الليرة في مقابل الدولار. انتهت أخبارنا الاقتصادية واستكمال بانوراما مع زملائي شهاب شعلان ونجلاء الجعفري. تفضل. شكرا محمد. شكرا لك. تبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية. تأتي المحادثات بعد توقف دام عدة أشهر للمحادثات التي أقيمت بين زعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي. كانت المحادثات قد توقفت بسبب إصرار كوريا الشمالية على رفع العقوبات قبل التخلي عن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية، وإصرار واشنطن على تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها قبل رفع العقوبات. بررت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عاما بسبب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة ليلة أمس. جاء ذلك خلال أول تصريحات تدلي بها لام منذ بدء حظر استخدام أقنعة الوجه التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم، حيث أدانت السلوك المتطرف للمحتجين الذي تسبب في حالة الشلل التي أصابت مواصلات الجزيرة. ويعد أحداث العنف والحرائق التي أشعلها المحتجون في عدد من محطات القطارات أمس أغلقت شركة السكك الحديدية الشبكة بالكامل في خطوة غير مسبوقة، فيما ظلت المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة مغلقة. رفض الاتحاد الأوروبي طلبا من بريطانيا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في مطلع الأسبوع الجاري، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون التزامه بالانفصال في 31 أكتوبر الجاري على الرغم من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.
أضافت المفوضية الأوروبية أن اقتراحات جونسون الجديدة بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج، مشيرة إلى أن المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لن تجرى في مطلع الأسبوع الحالي. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية، ولن يشملهما التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء لن يشمل طالب اللجوء، ولكنه يسري على السعين إلى الحصول على تأشيرات الهجرة بدءا من 3 نوفمبر المقبل. كانت إدارة ترامب قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها قبول 18,000 لاجئ فقط لدخول الولايات المتحدة خلال 2020، ليصبح بذلك أقل عدد تقبله البلاد في تاريخ برنامج اللاجئين. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم، ونتابع بعد أخبار الرياضة تواصل أعمال ومنافسات سباق الهين في مدينة شرم الشيخ. تتواصل الأعمال وفعاليات سباق الهيجن الذي يقام للمرة الأولى على أرض مصرية بمدينة شرم الشيخ. يقام هذا المهرجان بدعم من اتحاد الهيجن بدولة الإمارات العربية المتحدة. في ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. ارتفاع حصيلة احتجاجات العراق إلى نحو 100 قتيل وأكثر من 4,000 جريح، والأمم المتحدة تدعو لفتح حوار عاجل بين الحكومة والمتظاهرين. الجيش الليبي يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق في ضواحي طرابلس. تركيا تعلن أنها ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا بزعم إرساء السلام هناك. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.